السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوى النور. زي ما انتم شايفين معنا درس جديد من دروس الكروشيه اللي هي الوردة بغرزة الباف اهي. شكلها سيمبل وكيوت قوي، تقدر تزيني بيها مشاريعك وخصوصا بتاعت الاطفال، تطلع جميلة جدا والالوان زاهية كده تبقى حلوة وجميلة. الغرزة دي سهلة جدا، هنعملها مع بعض ونشوف الخطوات ازاي نعملها. هنعمل عقدة البداية ونعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4، ونقفل بمنزلقة. وبعدين هرتفع سلسلة واحدة وهعمل داخل الدايرة دي الفراغ اللي هنا 12 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6، هكمل 12 غرزة حشو وارجع لكم تاني. عملت 12 غرزة حشو، هقفل في أول غرزة منزلقة بالشكل ده، هأمن الشغل وخلاص. الخيط ده أنا مش عايزاه، انت ممكن تعمليها بلون واحد ممكن تعمليها بلونين حسب ذوقك يعني. والخيط اللي تحت برضو كده بالشكل ده. دلوقتي هنجيب اللون التاني، هندخل هنا في أي غرزة مش مشكلة، هسحب الخيط. هنبدأ نعمل غرزة الباف مع بعض. هرتفع 1 2 3 سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وفي نفس المكان هسحب الخيط وأسيب الخيط على الإبرة كده بالشكل ده. 1 2، أسيب الخيط على الإبرة. 3، هسيب الخيط على الإبرة. هلف الخيط تاني وهروح على الغرزة اللي بعديها وهعمل برضو كمان مع بعض 3 لفات وأسيب الخيط على الإبرة. أدي 1 2 3. دلوقتي هلف الخيط على الإبرة وأسحب الخيط من كل اللفات كده مع بعض وأعمل 1 2 سلسلة، واروح على الغرزة اللي بعديها على طول اعمل منزلقة بالشكل ده، وتكونت عندي اول غرزة باف بالشكل ده. هرتفع تاني 1 2 3، هلف الخيط على الابرة وفي نفس المكان هلف 3 مرات غرزة باف. ادي كده اول مرة هلف الخيط على الابرة، التاني هلف الخيط على الابرة، التالت هلف الخيط على الإبرة واروح على الغرزة اللي بعديها. انا هاخد الخيوط كده معايا عشان اخفيها كده. 1 2 3، بقت عندي كل اللفات على الإبرة. هسحب من كل اللفات كده مرة واحدة وهعمل 1 2 سلسلة، وفي الغرزة اللي بعديها هعمل منزلقة بالشكل ده اهو. انا كده اتكونت عندي 2. نعمل كمان واحدة مع بعض، احنا هنعملها 6 بتلات 2 3، وفي نفس المكان هسيب الخيط على الابرة. ادي 1 2 3، هلف الخيط على الابرة واروح على الغرزة اللي بعديها على طول واسحب 1 2 3، وبعدين اسحب كده من كل الغرز مرة واحدة واعمل 1 2، وفي الغرزة اللي بعديها على طول اعمل منزلقة بالشكل ده. هكمل وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين اهو
ست بتلات. دلوقتي هقفل الشغل بأول غرزة هنا أنا بدأتها بالشكل ده، هأمن الشغل كده. وردة سهلة جدا وبسيطة وشكلها جميل قوي اهي. وانت طبعا باختيارك تحطي الخرز اللي يعجبك، وممكن تسيبيها زي ما هي وتزينيها بقى على المشاريع بتاعتك. انا حطيت هنا، وحابه كمان ازين الطاقية بكمان ورد. ان شاء الله كان الدرس سهل عليكم. اي استفسار ان شاء الله اكتبوا لي. مع الاسف ما عنديش انا كومنتات، والحاجه دي مش بايدي انا، من اليوتيوب. ممكن بس على صفحتي على الفيس تتواصلوا معايا، واي سؤال انا هجاوبكم عليه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.